مساكم الله بالخير مشاهدينا في جد ولعب في حلقة جديدة من البرنامج، واليوم احنا موجودين في سوق السالمية عشان نسأل اللي موجودين كم سؤال، وان شاء الله رابحين اكثر من اللي ما تشنص معاهم. انت صار لك سنة تلحقيني. روحي يا الجكره، انا راح ابكي اخر رمضان عن بالعيد ما راح اعيد. ما تبحر، لا لا ابو خامه انت تلاقي بنفسك على ابو خامه. والله شايلها بقلبه، والله شايلها بقلبه من ذاك اليوم مال التواير. يقول لي امه صراحه عمي احترم ذوقك. تعال ياي المخرج، تعال ياي جد ولعب. عطى تعال ياي، عطى تعال ياي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي نعم. الله حيوا معاي. ساري السواس. أين تقع مدينة تلمسان؟ بأمريكا؟ لا، بعد محاولة، بعد واحدة. تونس؟ لا. نعم يا أختي. لحظة لحظة، السلام عليكم، ممكن تشارك معاي؟ تفضلي. أين تقع مدينة تلمسان؟ أمريكا؟ قولها أنا عارفها، بس قولها أنا عارف أنا البتاعة دي كده. محاولة أخرى، بسرعة 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 بسرعة. خلاص يلا انتهى الوقت، وفقت كونينا مالته البلد. يعطيك العافية، يعطيكم العافية. هاي. هاي مرحبا. مرحبا، شونك؟ الحمد لله. ممكن تشاركي معي؟ أوكي. أوكي، أين تقع مدينة تلمسان؟ مدينة ايه؟ تلمسان. مرزد ملبوسة يا أم. روسيا؟ لا، بعد محاولة. يلا الهدايا حلوة، سريع سريع، أسرع 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 عشان نمشي. يلا يروح، يلا بروح. أوكرانيا مثلا؟ غلط. شكرا، ثانك يو حبيبتي. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. مساكم الله بالخير، كل عام وانتم بخير. عادي تشاركم معاي؟ والله احنا من البحرين، ترى يسألين اسئله. الله حي الله للمملكه. شلونكم البحرين؟ نورينا. هذا اللي بيجيب الطرايد والغنايم. اين تقع مدينه تلمسان؟ جوجل ما يحصلها. لا يحصلها، بس ما نبي نطلع جوجل. يلا لا والله. يلا سريع سريع، شير، خمن. ما سمعت عنها هذه تلمسان ابدا كلش. وانت؟ لا الله هارد لك، شكرا، يعطيكم العافيه. هذا وانا قاعد اقول بيجيب الطرايد فش. لا ودي اغششهم، فشلون ضايفهم هدايا. كفول ايش طه. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه. اهلا رمضان، رمضان جانا. الحين حط المسرحيه. اهلا رمضان، رمضان جانا. مرحبا، شلونك؟ عادي تشاركين معاي؟ عادي تشاركين صح؟ اوكي اوكي. سؤال يقول اين تقع مدينه تلمسان؟ تلمسان؟ السؤال لغير الله مزلة. تونس؟ لا، بعد محاولة. الجزائر؟ لا لا، أنا قلت قبل. أنت قلتي قبل بس أنا من صدمة. أنت شنو يعني، إيش تبين؟ مو
شاء الله خبرة يعني. يعني إذا أمي ما أخذتها أنا أخذها يعني كذي صار النظام. تعالي زلي. لا هي خبرة ما شاء الله. إيه والله. تعالي تعالي وينك؟ ما تبي؟ مو لازم كيفها معها جابت صح بعد. أول جائزة من فن الابتكار دشدش معانا الفرع الوحيد موجود بالكويت بالبلوكات بلوك رقم 5 تليفون 22472272 هذه أول هدية. شكرا. عفوا الهدية الثانية عندنا ديما كلينك مقدمين لك ديما كلينك الأسنان مقدمين لك هذا الكوبون موجودين في مجمع طيبة الجهرة رقمهم 665531 أو 653317 أو الأرضي 24-42-70 تفضلي ويلكم. وعندنا كذلك هذا الكوبون مجاني مقدم من تورينو سويتس تفضلي عفوا. وعندنا كذلك شركة نظارات العسلي مقدمين لك هذه الهدية عندهم 3 أفرع بالفروانية وفرع بالمباركية رقم المباركية 22-45-8269 عندنا كذلك هذا الكوبون المقدم من ابتسامة كلينك لطب الأسنان حصري في فرع صباح السالم رقمهم 22-0944 تفضلي العفو بعد ما شاء الله اي بعد شلون. وعندنا بيك شيفس كافي قدم لك هذه الدعوة موجودين في مجمع الأفينيوز المرحلة الرابعة وسي فيو في بحليفة رقمهم 462456 العفو. عندنا بعد مسابيح بو عدنان للكشخ عنوان رقمهم 909-6-9-0-6 العفو. وعندنا أزيان للعطور والبخور مقدمين لك هذه الهدية العفو. وعندنا كذلك هدية مقدمة من صيدليات يونايتد فارما رقمهم 50-700-137 أفروعهم جمعية إشبيلية جمعية غناطة الفروانية. كذلك عندنا من جوري سبا معطيني هذا الكوبون موجودين في حولي رقمهم 225-79-84 أو 226-253-52 وعندنا من ماستري لنسز ماد ناشونال كومباني مقدمين لك هذه العدسات من قلنا ماستري لنسز رقمهم 965985-75 العفو. اتش ام اروما للعطور مقدمين لك كذلك هذه الهدية العفو. وكانت هذه هدايا لك كل عام وانت بألف خير حبيبتي تعيش بالعافية. وكان هذا السؤال شوي معقدني لأنه وايد ناس ما عرفت تجاوبه بس الأكيد إن إحنا راح نشوف أسئلة ثانية وغيرها في هذه الحلقة. أنا أقدر أزعل سعد، أنا أقدر أخلي خاطر سعد يذبحني سعد. على طلق مجنون. اللي ما عرف لا يبتي، أقول ما عرف وراك ناس، يعقوب وراك ناس. أنتِ وش مسوية في دنياك يا مرة؟ شو مسوية؟ يا أنا هلو 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 ما شاء الله. هاي. مرضت ملبوسة يا أمّا. السلام عليكم. ممكن تشارك معي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال يقول بربادوس أين تقع؟ الله حبيبي ما ضيعش وقت يا اخوي. في اسيا؟ لا. محاولة ثانية؟ في اوروبا؟ ها؟ في اوروبا؟ لا غلط شكرا. بدل ما تشغل هالمخ العود حق السؤال في البطالية، شغله سوي لنا راديو يشتغل على الاخبار. مساك الله بالخير، عادي تشارك معي؟ تفضلي. زاد فضلك. حياك. السؤال يقول أين تقع بربادوس؟ أين تقع بربادوس؟ الله يخرب بيتك وانت ورانا في كل حتة. دي واحدة بس على ما اعتقد اني في سريع بيلاروسيا او روسيا او البيضاء. غلط شكرا. انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جاية من برا دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفين. والله العظيم. وكانت الإجابة خطأ. عسل عسل. الله البنات حلوين كاشخين. السلام عليكم. عليكم السلام. عادي شاركي معي؟ ايه عادي عادي. روح انت دلوقتي واعتبريني مقتول. بربادوس جزيرة يعني. اين تقع بربادوس؟ كنا امريكا الجنوبية. كنا امريكا الجنوبية مو متأكدة ايه. بعد لا انزين اذا انا قلت لك لا تأكدي خلاص اوكي ايه. صح بربادوس جزيرة تقع في البحر الكاريبي في امريكا الجنوبية. الله 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 الله
ألف مبروك ربحتي معانا أول هدية عندنا من فن الابتكار للأقمشة الرجالية، فرعهم الوحيد الموجود في البلوكات بلوك 5 رقمهم 22472272. هاش مسكي سعدي ماما عفوا. بعد عندنا من اتش ستيك هاوس دعوة للعشاء في البدع بجانب فندق موفنبك رقمهم 552-35-24. حطينا الله يعيشك حبيبتي. مسابيح ابو عدنان للكشخة عنوان رقمهم 90-96-96. مشكورة. العفو. وبعد بايوسفير سبا يقدمون لك هذا الكوبون رقمهم 24961122 او 92-69-50-55. وبعد في اشتراك مع شركة واحد البدور هيلث دايت ورقمهم لمأكولات الدايت رقمهم 55759732. حلو. ومعانا كذلك من صالون لكريس اللي معتني العفو بطلالتي طول فترة رمضان رقمهم 225-08-48 مكانهم في بنيد القار حبيبتي. وأزيان للعطور والبخور يقدمون لك كذلك هذه الهدية. العفو. وبعد ويانا من الروضان كلينك هذا الكوبون في يقدمون لكم فيه خدمات مكان في ميدان حوالي خلف حديقة الشعب رقمهم 3282-93-98-92-68. عندنا حبيبتي. وبعد ويانا شركة نظارات العسلي عندهم 3 أفرع بالفروانية وفرع بالمباركية رقم فرع المباركية 22-45-82-69. وعندنا كذلك من كوتوني بوتيك هذه الهدية رقمهم 94-15-8-52. يا عيشك حبيبتي. مجوهرات العريس الملكي يقدم لك هذه الهدية بعد مكانهم في المباركية رقمهم 94-94-900 أو 55-113-110. عليكم بالعافية. عندنا حبيبتي وهدية مقدمة من صيدليات يونايتد 50-701-37 أفرحهم جمعية إشبيلية جمعية غرناطة والفروانية. وعندنا ماستري لينسز يقدمون لك هذه العدسات من ماد ناشونال كومباني رقمهم 98-545-457. وعندنا كذلك بوتيك عود بوتيك للعطور يقدمون لك بعد هذا الكادو أو هذه الهدية. وعندنا كذلك من بتول فاشن سنتر يقدمون للعبي والبشوت يقدمون لك هذه الهدية رقمهم 66-110-207. يعيشك حبيبتي. وهذه هداياكم وكل عام وانتم بألف خير. كل عام كل عام وانتم بخير حبايبي. مبارك عليكم الشهر. زين أقول لك خالتي تروحين بربادوس ولا ما تروحين؟ ما تفكرين تروحين لها؟ وايد حلوة ترى. وايد حلوة. لا ليش لا؟ لا ليش لا؟ روحي بربادوس بس الكويت؟ يا عمري حبايبي انتو. وكان هذا السؤال وخلينا نشوف السؤال اللي بعده. اللي بيكون عليه السر كده شكلي راح افلس من الهدايا ما راح يصفالي شيء بايظ بعدين. ما تنزل تعب عالي هضبع كنا جلسي كده وحد. شنو يعني خميس؟ خميس الله عليك الله عليك يا حبيبي. ما ضيعت وقت يا اخوي والله. عربانتي شكلها فضت وفسفس في الحلال. يلا سؤال عن الخاطر يا ام العواجز يقعد لها في عينها وعافتها يا رب. يعطيك العافيه. ممكن تشارك معي؟ مو مشكلة. أوكي شكرا. السؤال يقول كم عدد الجيوب الأنفية؟ جيوب الأنفية؟ أنت مجنون يا ولد أنت. 2 يعني؟ إجابة خطأ. شكرا. وأنا اللي كنت فكرك نينجا طلعت ترتر. سامع عليكم. ها واقف ناطرني؟ عادي عادي تشارك وياي؟ عادي ليش لا؟ حلو. شخبارك يا أبو زين؟ شو اسمك أول؟ ناصر. كم عمرك يا ناصر؟ 16 عمر كله عشان تسامي. ناصر سامع بالجيوب الأنفية؟ تقدرين تقولين؟ إيه عندنا جيوب أنفية. لا أنت مو قاعد تلعب ويا أسامة فودة تقدرين تقولين له؟ حلو. إنزين. وصاير لي حكي ومنشف ريجنا وهذه سوالفك أفا. كم عدد الجيوب الأنفية؟ عطني رقم. 2. بعد محاولة؟ ثلاثة. لا
غلط. الله يعافيك. شكرا ناصر. الحمد لله والشكر. الحمد لله. السلام عليكم. لحظة، ثواني ثواني. الله بالخير. هلا والله، برك على الشهر. علينا وعليك، الله يسلمك. معاي؟ إيه إن شاء الله. السؤال يقول، كم عدد الجيوب الأنفية؟ الجيوب الأنفية 8. ما أسمع. 8. شنو هما 8؟ الجيوب الأنفية. جابتك صح. عطر يا حبيبي، خوف عبيبي. عطر يا حبيبي، خوف عبيبي. وفزتي معانا. ما ادري انت قاعد، انت عارفه اصلا المعلومه ولا شيرت؟ لا عارفه المعلومه. عرفتها؟ اي اي. سبحان الله، انا فيني جيوب وما ادري. انزين، فالابتكار دشدش معنا، يقدم لك هذه الهديه. فرعهم الوحيد بالكويت بالبلوكات، بلوك 5، رقمهم 22472272. هذه اول هديه. بعته الناس. الهديه الثانيه، اسره ابتسامة كلينك لطب الاسنان، يقدمون لك هذا الكوبون حصري في فرع الساميه، رقمهم 22274. يعطيكم العافية. تو الناس، تو الناس. أزيان العطور والبخور يقدمون لك هذه الهدية بعد. العفو. وعندنا كذلك مطعم ومقهى دار سنيار، يقدمون لك هذه الدعوة في أبو الحصاني، رقمهم 66623696 أو 5060. عاد هذا مطعمنا المفضل. الله يعافيك. حلو. عندنا ميستري لينسز، مقدمين لك هذه العدسات ماد ناشونال كومباني، رقمهم 98545457. مشكورين. العفو. وعندنا هذا الكوبون من لكريس الصالون اللي مهتم بطلالتي طول رمضان، يقدم لك هذا الكوبون، رقمهم 22520848، مكانهم في بنيد القار. وعندنا ميلر بيرفيومز، مقدمين لك هذا العطر، رقمهم 699999، يعني 5976. يعطيكم العافية. ما قصرتوا، مشكورين. ولا عليك شبر، تحطي يمك عشان يطيح. وعندنا بتول فاشن سنتر للبشوت والعبي، يقدمون لك هذه الهدية من بتول، 6211027. يعطيكم العافية. وهذه كانت هدايانا لو بارك عليكم الشهر. علينا وعليك. تبارك. من عوائل العام ان شاء الله. ان شاء السنة بدون حظر بدون شيء. امين امين. الله يسمع منك حبيبتي. مشكورة مشاركتك. الله يعافيك حبيبتي. وكان هذا السؤال اللي اثار فضولي انا شخصيا للامانة، كوني ما اعرف كم عدد الجيوب، وعرفنا ان اليوم عدد جيوبنا الانفية 8 جيوب. كان هذا اخر سؤال، وهذه اخر هدايا اوزعها بما اني فسفست الحلال على قولتي قبل شوي. تابعوني في حلقة باتر مع اسئلة اصعب واسهل في مكان ثاني او هالمكان، الله اعلم. هنشوف لي باتر. باي. يا شباب هذا سؤال وعطني جواب، خلك خلك قد التحدي، جاوب واربح طوف وعدي. فايز ولا خسران، معانا تبقى ربحان، وما طلعك ابد زعلان، يعدها لكم سعد كنعان، يجيب جوائز من كل مكان، تدري تدري اكيد تدري، تلعب معاكم سارة الخضري، يخرجها لنا المخرج يعقوب، وبلش ويانا جد ولعب. بس والله.